رحب بالاستاذ عبد الجواد ابو كب الكاتب الصحفي ورئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام. اهلا بك يا استاذ عبد. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. الحقيقه انا عارفه ان حضرتك كنت من ضمن الحضور لمنتدى شباب العالم في نسخته الثانيه، والحقيقه كان الجميع اشاد بالمنتدى. عايزين كده نتكلم على جزئيه في منتدى شباب العالم ونبتديها بالتنظيم، لان الناس كلها كانت بتتكلم الحقيقه على التنظيم المنمق واللي كان يعني بجد طالع في شكل حضاري كويس جدا ومحترم جدا يليق فعلا بمكانه مصر. ده يعني انا في تقديري انه دول الابطال الحقيقيين، وعشان نتكلم على الابطال الحقيقيين لابد ان نتكلم عن القائد والجنرال والمهندس والكتيبه. اما القائد فهو عبد الفتاح السيسي، لانه لم ياتي الى هذا الوطن رئيس منذ فتره طويله جدا، ويمكن في المنطقه ويمكن في العالم كله امن بالفعل الشبابي بشكل حقيقي. ويمكن لما بدا هو القصه بعام الشباب كانت الناس بتتنظر وانه اهو زي اي حاجه كده والامر هيعدي. لما القصه عليت بعد كده ثم اصبحت البرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب ثم المنتدى ثم الاكاديميه ثم ما شهدناه من عظمة كبيرة لهذا الوطن وللفعل الشبابي على مستوى العالم في هذا المنتدى، كل العالم آمن أنه هذه التجربة حقيقية. وأما الجنرال فهو اللواء عباس كامل في الحقيقة الذي كان مشرفا على العملية منذ لحظتها الأولى وقت أن كان مديرا لمكتب السيد الرئيس. وأما المهندس فهو المهندس أحمد شعبان صاحب البصمة المبدعة، يمكن حتى من أول اللون لغاية التفاصيل الدقيقة لغاية حالة الإنسانية الكبيرة اللي احنا بنشوفها في المنتدى، واللي كانت هذه المرة واضحة في صورة الراحل العظيم عبد الوهاب يسري اللي كانت متصدرة المنتدى. صحيح. وده كان توفاه الله في التحضير للمنتدى العام الماضي. واما الكتيبة واما الكتيبة فهي آية عطية ورفاقها، وآية عطية في الحقيقة اللي هي المنسق العام المساعد للمنتدى واللي قالت الكلمة الختامية للمنتدى. نموذج للبنت المصرية القادرة على الفعل. يمكن يعني انا بتابع التجربة بتاعت البي ال بي من 3 سنين بعمق شديد إنجاز التعبير، بتابع الشكل العام ثم الشخوص، يعني هم مبتدين فين ورايحين فين، لأن التجربة في تقديري مش مهمة للمجموعة الصغيرة التي تعمل فيها، لكنها مهمة لهذا الوطن بشكل كبير جدا. احنا بنعيد تأسيس الفعل الشبابي في هذا الوطن بشكل غير مسبوق. يعني يمكن حتى التجربة القديمة أيام الزعيم جمال عبد الناصر كان فيها الشق السياسي قوي، لكن هنا احنا بنتكلم على مجتمع بالكامل وبنتكلم على شريحة وبنتكلم على مجموعة تمثل القدوة والنموذج. لأنه ولا تقصي، وده المهم في هذه التجربة، انها الشباب بتوع البي ال بي موجودين، لكن الشباب التانيين موجودين. شباب الأحزاب موجودين، شبابنا في الخارج اللي هو عايز يلعب دور موجود. هذه الكتيبة في الحقيقة عايز اقول انه فكرة الفعل الكامل، انه واحنا عشان بس نبقى عارفين كيف تفكر هذه الكتيبة وقائدهم، احنا خلصنا المنتدى يوم 6، الناس رجعت على القاهرة او استعدت للرجوع. يوم 7 ظهر اليوم التالي للمنتدى كان اجتماع علشان المنتدى اللي جاي. يعني احنا بنشتغل على مدى السنة منذ نهاية الفعل بطريقة مختلفة تماما في التفكير. هو ده في الحقيقة الفعل العالمي الصحيح. بالزبط. احنا بنعملهوش في مصر. يعني احنا بيبقى عندنا معرض الكتاب ما بنشتغلش اول ما يخلص، احنا بنستنى اخر شهرين نعمل اللجنة العليا ونشتغل. بالزبط. لكن في الحقيقة